ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، بالدوام إلى حالة حوتم لكتابي الحكم بغير ما أنزل الله كحالة الاستبدال. كان مسأليك من باسكر لحالة حوتم إشتين مسألي سيهم، من كفر بالاستبدال لزمه التكفير بكل صورة من صور الحكم بغير ما أنزل الله. هركسك كفر بالاستبدال يعني بتنها قوريني شرع إخوة، هرشان دا اعتقادي شي لقلنا بيت، هرشان دا يعني أو ششحة لطيفة شو شي لقلنا بيت، كبريت يلا استحلاله جحوده تكذيبه وهروها تفضيله مساواته ونسبتي أو شرع تازية بودين إخوة، أو أنا شيء لقلنا بهر تنها وازلة حكمك إخوة، هنا حكمي با هو أرزي خوي با عادتي شيء عشائري وقبلي يا قانوني شيء وضعي كرت بكافري دابنة، أو لازم دبت كهبها مو صورة كان يحكم بغير ما أنزل الله تكفير بكات. أول شيء عند فرميت وهذا ما أجمع أهل السنة على خلافه، أول شيء أهل السنة مجمعين لسرويك قولي شي مخالفة ورأي شي مخالفة، بل ما شيء لسروا برهان ذلك من جهتين، كما أنهم اتفقوا على أن من صور الحكم بغير ما أنزل الله ما لا يكون كفرا أكبر. قال ابن عبد البر رحمه الله وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به. زانيان متفقا لسر أويك الجور في الحكم من الكبائر، الجور في الحكم من الكبائر يعني ظلم ونا عدالتي واتا ظلم كردن لحكم دا بيقومان ظلم لحكم دا كواتا حكمي بشرع إخوان كرد كحكم إخواتي تدانية جوري تدانية ظلمي تدانية. فرمي أولا كبائرة لقناها قورا كان لمن تعمد ذلك عالما به من الكبائر، أي وصورتك لصوري شي الحكم بغير ما أنزل الله بإجماعش أو تنها كبيريك نكشي بيت نكفر بيت. دفرمي أن كل من حكم بغير ما أنزل الله لابد أن يكون مستبدلا حكم الله بحكم غيره، ولا يتخلف عنه وصف الاستبدال بحال. بوشي وثمان هركسيك تكفير كاب استبدال كواتا تكفير دكاب حموشي وازي جي حكم كردن بغيري دين إخوة حكم إخوة بو چونك حرج بهر شي وازك لحكمك إخوة لابد وهر استبدال استبدال نيا هر استبدال يعني أوي قوري باش تجتر إيكا كواتا دبيت شي بكا بتاوان وبنا خلق كافرك بجور وظلم خلق كافرك أوش يعني خلاف إجماع. المسألة الرابعة من كفر بالاستبدال
من كفر بالاستبداد ليه مقدرة كيانية، اشتكي مقدرة يعني هكذا. أها، من كفر بالاستبدال يعني المستبدلة، يعني هل كسيبه هو تنها استبدالة أو كسا كافر كاك مستبدلة، بلى لزمه تكفير من أجمع أهل السنة على عدم كفرهم وهم أصحاب الذنوب، لأن العاصي قد استبدل حكم الله بحكم غيره. كوات هذا بي كحكم غيره كيف جدك لتوا الهوى والشيطان، الهوى والشيطان أمدو مسألة سيهم وشوالم أو كسيك حكم ناكا بحكم غير إخوة بو چونك ظلم دكا بون من الحكم كيدا آية حكم إخوائي قورية وبحكم إيجي جائران وظالمان يعنى استبدال يا استبدال يا استبدال هي ظلميش لحكم دا كفرنية كبيرة أو مسألة سهم ومسألة شوالا أو كسي كدا شي بقصي هوا ونفسي خوي وبقصي شيطان دكات لجياتي صدق كذب دكات درو دكات لجياتي عفت زنا دكات لجياتي شاكل قل دايكو باوجي ظلم يعني لذكات أي معصيتي كريا معصيتي نكر أو معصيتي أو كردي حكمي خوايا يا حكمي خواي قوري بوشتا كمان حكمك أي خواتي بر الوالدين أو حقوق الوالدين لشوين دانا صدق أو كذب لشوين دانا عفت أو زناي لشوين دانا سماع القرآن أو سماع الموسيقى والأغاني لشوين دانا استبدال يا استبدال يعني فتهم معصيتك شيء هم معصيتك شيء استبدالة اكتب لي ولا استبدال كفري أكبر كواتبها هم معصيتك توجي ذكر تكفير ذكي بشي ما هم معصيتك أوش عقيدة شيء عقيدة خوارج ما تزيل شأننا متأكدين معتزلاش لدين ديبات دروا هر اوان دبلن اما تكفيرنا معتزلنا على الكافر والله مضلن لإيمان شو دروا باش. قال ابن حزم رحمه الله فإن الله عز وجل قال سآيتك دوي فليلزم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وكل ظالم وفاسق بو معتزلة ملزم دبن بتكفيري أقل سر قاعدة خويا أمرون هو ده بتكفيري همو سر بيجي كارك وخاون معصيتك همو ظالم وفاسقك لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله چونك هر كسي تاواني بكر أو حكمي بچينا كرد حكمي بونا كرد كخوا داي بزر لم يحكم بما أنزل الله أو كسيكا معصيتي كرد لو مسألة دا حكمي نكر بچي بويك اخوة داي بزر باش وكو اتمان كابري فاسق كاتك دا چه زينا دا كات حكمك اخوة چي لو مسألة دا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وانيا لسر او واجبو غضي بصرك وحفظي فرجك او حكمي اخوابو أوازي لو حكم إخوائي هنا شو تيكر زينايكر كزينايكر حكم إخوائي قوري يعني قوري قوري كبلين بناء لسر عمومك هر شي حكم كاب غير ما أنزل الله كافر دبه كواتورة شي كافر زاني كافر ولا فاسق كافر كاذب كافر تيجي جدي هر شي معصية دكاتورة دبه كافريك شكو همو عاصيك لحكمك إخوة لايدا باش تيجي تر حكمي كردو جولايا وقت أماش عقيدة كيه عقيدة خوارجة نك عقيدة أهلي سنة بيت. المسألة الخامسة استبع لسيم وشوارم أوا بسري دانا غين بالي حالي بين استفادة لبكين واصل كتابك تنبين كيف يمدلت مسألة سيهم تشيمو
سير كتاب ما كان باشا كيف هم دار المسألة سيم تشيبو ها براكم يلزم منه تكفير سهم سهم قيناك تشوارا او يتو تشوارا دبيتي اهلي ذنوب ومعاصيهم وبكافر دابني بو هر کس تاوانی کرد او حکم کی خوای گوری بچی به حکم هوا و حکم شیطان و حکم نفس اوش چی عقیده خوارج نک عقیده اهل سنت به مسئله سهم ابرام حکم بغیر ما عزر الله شو چیز نیا کفر نیا بلکو کبیره احسنت بارك الله فيك. المسألة الخامسة يرى بعض الفضلاء يرى بعض الفضلاء أن الحاكم المستبدل يكون كافرا الكفر الأكبر إذا استبدل كل الشريعة وهذا مردود هندي كان تفرمي هندي الفضلاء إن لو الأهل سنبوا لو دا تشي زلبوا بلام زلكي مردودة راي وايا عندي لا فضلاء يعني بريزان راي نوعك أقربيتو همو حكمك إخوة يعني با بون منبلين استقانوني وضعينية قوانيني وضعيه لهم ولا تيجي إسلامي مثلا العراق لجياتي حكم كيف ولها مو مسألة كان ده أجر دز ذكر شيب كين كابرازينا كار شيب كين مشروب كور شيب كين تيجيش تقاتل شيب وكري بيد أبروجا لها موي أجر موي حكم كيف ولا بي بيجورين بحكم يجي تير أو كافر ده بكفر أكبر ما مستبدل جبين با مبدل جنبين كيف يمدل با مستبدل بيم مبدل نبي يعني شيء دي عفرين ها براك ها براك ها بدين شي بزانة بدا تفال دين إسلامش نسبة تبدأ بولا إخوة بلا مستبدل هيتش أولا قلنية ها وازي لو هناو بشتي تر إجدكات باش دلن اگر بيت ولا همو مساله كان ده حكمك اي خواواز ده بيني بيقول بقى قانوني كتير او كفر اكبر اما لشان مساله يقدا بونمنا حاكم لا محكمه كي بونمنا روجك لروجان لمساله يقدا حكمي بشرع اخوانك دلن او كفر اصغر وكبير اما بردوام حكمك اي بجوري قانوني شي وضعي بينك بجوري شرع اخوابه او انتيا كفر أكبر باب زاني دلل أن الأدلة الشرعية لم تقل وهذا مردود وعلتي ردك ينك علتي راي أو جورك سانية فرمي أمك سيج مردودة بوتي لأن الأدلة الشرعية لم تقل بوجود فرق بين استبدال حكم واحد أو أكثر من حكم ولا يجوز أن يعلق الكفر بشيء لا دليل عليه طلعنا قصة مردودة شكا بلغ الشرعي كان فرق أن نكرد ولا بيني شيء كم يد بلغ فرقات ولا بيني كيف يد دليل كان فرق أن نكرد ولا بيني كيف يد حكم بغير ما أنزل الله يا كم يد ها كيف يد شون يتي سيرك لها مدى دمانوتي أن يحكم بغير ما أنزل الله شي مفضلا أن يحكم بغير ما أنزل الله مساويا أن يحكم بغير ما أنزل الله جاحدا أن يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا أو أنا كيفية أن حالة يا حالي بس حالة كمان بدركها
باسي ويناك على كان مسألة ده أجر ليك مسألة جدا جحودي حكم إخوابك تشير كفري أكبر ليك مسألة بيت بحلالي بزاني واز لحكم إخوابنا وحكم يشتبك طبعا عالما به أو هالكفر كواتا مسألك عبارة بتشندية نية آية لكان مسألة استبدالي كردوا چونك هيش دليل يك ماني بلا ولا أقل لبنجا مسألة بكافر بلا ما قالت شلونو بكافر نية هو امتحاني طلبا نية سريسال أقل شلونو هي ببر قرار كذا كيو دليل شلونو بلا ما شلو هاش بيتوا وقلب سريد بيت أقل بنجا هنا بيو يكسر بوخوي درجوا اشتواني برا دليل يك ماني بلا ولا لو عند مسألة يدا مستبدل ب قيناك بلام يقدر يتجاوزك أو كافر دبي اشتيوانية افرميت ولا يعلق ولا يجوز أن يعلق الكفر بشيء لا دليل عليه ناكر الأم مسألة تكفير ببستين وبا اشتكى بالقيل سرنبي أو اشتكى بالقيل سرنيا كميتك تشنديت وإن لو عند مسألة ده أو اشكى تشيه تشنديتك هذا كل أقل لها مو مسألة كان ده إذا بقى إما دايبنين بابلين مسائل شرعي شندن بابلين حوصد مسألة شرعية مسألة كيف رأى كانم بويلو قضية حالي بن فإذا وتري تقنين الشريعة بيشتو تانا كستان تقنين الشريعة أقبل لي بالي دلم تشيه ها تقنين الشريعة هندق لأهلي علم حلصان تشيبكن شريعتي جوك قانون لبكن قانون استاوي كأجاي لبه كسي بناس محامية كسي بناس حاكمة تمشاتك قانون مادة 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 أوندا لقانون ودستوري عراقي برجي أوندا مادة أوندا وبرجي أوندا هم قانون طبعا هم برجي برجي ومادة مادة قانون استبهر محامي يقول قانوني رقم أوندا مادي أوندا برجي أوندا يصير بيطلع أوه تو يا كشتك جيناتك ده بشتك ده دلنا أوى حكمي لسدرة بمادي أوى برجي أوى ده بيستن شتى أوى للشريعة ده إما مجتمعين تيجي شتي اجتهاد ذكر علماء دفرن أو مسألة أو آية تشمل لك أو حديث تشمل لك كم آية تكتبوا بعض ذكرية كم حديث تكتبوا بعض ذكرية بريال السري تدري هندش تيا رونو أشكرا زنا يكردوا آية محصنة يا محصنية كجنيها أبو بيت إيش تيا بيشتر أو رجمة كنيبو بيت الجلدة قتلك يا عمد بيت أو قصاصة خطأ بيت ديايا أو أنا معلوما بلان بلين همو شريعة وكو قانوني لكرابي بلين نالن قانوني رقم واندا بلين شريعتي رقم واندا برقي واندا شريعتي رقم واندا برقي واندا اشتوا من هيا؟ نا هنده كساتن داوانك العلماء علماء مسلمانا وتيان واباش الشريعتيش تقنين بكري نك بيقورين تيبقن نك بيقورين قانوني وضعي لشوين داني بس بخو شريعتك با تقنين بكري يعني بكري تمادة مادة بوي هرشتا كان ديار بي اوشتا شريعتي مادي او اندلا شريعت برقي او اندش مولي دكا وتي ان نبوش كدرقا اجتهاد فراوانا وحوادث كانوا اوشتا نيك رودة ذا النوازل كوتا هنا يتارج كامشتي تعزمان بودي بهر حال بالا وقرين اقر بلين شريعت مقننة استا بيك هاتولا چي بابلين لهاش صوت مادة هر صد مادة برقيا ساي شريعة مانية أم مسألة بيجنبو ما باس تفكا دلا أقر همو شريعتك بوري يعني شريعة كلاوة بهر صد ياسا هر هر صدك بقوري أو كافرة دلا أي حوصات نوتو نوي بقوري بلا ميجيش نقوريو أو يانتيو أقبلي ولا حموي دي بلاي كواتا وقيناكا تينيا أو يان كفرنيا كيف يمكنك ان تكون كافرا
نفرمي صحيح أن من استبدل الشريعة كلها فقد يكون أكثر جرما من الذي استبدل أقل من ذلك. فرمي خو جمان ما لو داني كسيهر همي بقوره جريمة تاوانا كي قولت لا لو يجي كهندي يجي دقوره بلا ميم بس لو ذاك إن كتاوانا كي زيادة بس لكفر وعدم الكفر ذاك إن بس لكفر وإيمان وا بس لكفر إيمان ذاك إن دناخو كزنا لا ولا أو كسيليج مسألة دا حكم كاب قوره وكو كسواء كلا حصد مسألة دا حكم كاب قوره يا همي بقوره كسو أنا لا باش فرمي ولكن محل البحث هو الكفر الذي لا دليل عليه لا في تحقيق الأشد جرما. فرمي شويني بحثك إيما أوانيا كتشي تاواني زياترة بس يوضا كنكا آية بو مسألة دبي بكا في الكفر كالدين بشدري أنا. ولذلك فإنه يقال إن كان مستبدل الشريعة كلها أو كلها كافرا فما حكم من استبدل ربعها نصفها ثلثيها وهكذا. رأني قربها هم كافر بأي شو أنا كسيك شو أريك الشريعة بقوله وده بجوابي شو بيقول كسب أقرب له إن أنا بو كافر نابه تنها أقرب هم يبقوله رأني شو أنا كني وشريعة بقوله نهر كافر نابه شو أنا ثلثين دول سرسي شريعة بقوله نهر كافر أو هكذا إلى أن تصل إلى السؤال الذي يكشف عدم وجود الدليل وهو ما حكم من استبدل الشريعة كلها إلا حكما واحدا. شوان أو كزيك شريعتهم يبور إلا يك حكم نبيت فإن كفره فقد خالف ما قرره. أجر تكفيرك ضلين التقريري في شدتي خذ مخالفينك ويا كيف يشتتو تتشي هم الشريعة بقورة. أجر تكفيري بكي أو يكي يق حكم نبي أو يدري مقورة أو خلاف قاعدة كي خود كلك تقليل كل من أن مناط التكفير هو استبدال الكل كأوتشي كاتك بكافر داد ندريك هم يقورة. فرمي مناط مناط يعني شيء يعني علة التكفير هبوي نسيبي بدون ما نادي بسبب وعلة أو الأصول في هذه البلاد أنم مناط الحكم يعني علة الحكم علتي حكمك بريتي اللوشلة مناطك تحقيق المناط يعني تحقيق العلة بقري بزاني علك كامل علة حكمك عند جار حكمك وتصور ذكي كوملك عليه دليل بابزين حكمك بتشي هالواصيل مناطقي كامل علكي كامل أو مناطب يدودري. وإن لم يكفره فقد أتى بما لا يتوافق مع العقل الصحيح وثمان كبلا كافري لكين أقل هم يبقوا ربز يك حكم نبي أو تشيكر مخالفي صحيح خوي كل أقل بفر ناقي ناك كافري ناكين طبعا شتيك دود لقال هيج عقلك ناك نجي بوشي شو كفرق شي لبيني كسكا بونو من عثمان حوصت مسألة شرعي من هي يا حصت من هي لحوصت نوتنوي حكم بدين إخواناك بلام أجا كردي هرصد أو كافر نيكا كافر نيا استا فرقي خاوان حوصت نوتنو لقال هرصد كفرق كيتشي لاي أو فرق كيتشي فرق كينا لم تشندع ها؟ لا فرق هيتشيا ها؟ كفر إيمان كفر إيمان خاون حصته نوتنو مؤمنة بل خاون هرصتشيا كافر كفرقش لسرتن مسألة يلا بينيان يكوا ضلين باشا أي شونا استعوي حصته نوتنو جار لحصته نوتنو مسألة مخالفة كلهم مؤمنة استعدلين أي فرقي أو كسي ليك مسألة دا مخالفة ذكا لقال فرقي كابري حصد نوت النوتشية فرقي هردو تشيتشية هردو تشي هر تاوان بار لو يبلا ويا تاوان بار ترى بلام هردو تشي هر مؤمنة تورا حوصته نوت نو لقال يك حوصته نوت هشت
حكمي زياتر لوية كم بغير ما أنزل الله كردوه بحوصات ونوات هجد جوري تر مسألة حكمي تر كجورية كافرين كرد بلام لولا حوصات ونوات نوكي كده هر صديق حكمي تري كرد كردي شيء كردي بكافر أما لقال على عقل تجد كاتوا لقال عقل تجنا كاتوا ولو أنا شيء لو أنا شا استبيع لي باش أو هر صت مينا كامية أو هر صت مينا كامية كتو بهو أو تكفير تكرد وتمان أجر وكو تقنين شريعة باسكي بابلين شريعتها صد مسألة يجيك لمسألة كاني تيه يجيك لمسألة كاني بريتيلا النظر بابلين يا الغيبة غيبة كردن كان مخالفة تيه حكم إخوائي واه مخالفة حكم إخوائي سكابراك بيدا دچين دلين فلانا كستو تاوان نما ونيكي هیچ حکم اجنما و هی خوالد لانه دعبت، ایلا غیبت نبی غیبت ناکی، پر اوریابه. غیبت که هر صورت که قباد دبی کافر دبی، با چی کافر ما کرد سکه غیبتی کرد؟ با توانه که غیبت، که لانه مقضی اسلام نیه، که کفر نیه، که شیرگ نیه، بس با توانه که غیبت چی ما کرد؟ اگر بجوری او بده به کافری کی؟ فلن الله حوصلت نو تنو جاء حوصلت نو تنو مسألة لا يدعى يك مسألة ما هو غيبة ذناك هو كردي الله كافر بو يبقى شيء كافر ذكر بو يك غيبة يك التكفير بغيبة درستها جائز نيبلا أو همان مسألة لا مسألة تارك الصلاة جاري كان قال كم الله كذان يشتبو ك توشي أو فتنة تكفير بمن للايك للايك كتير شوا فتنة تميع وحلبية لنا من دا بلاو وتم ايوا كسي كان مجنة كافرة وتيانا تكاسولا طبعا وتيانا خلوي كان مجنة نالين كافرة تكاسولا بنالين كافرة وتم زور باش أو جهة قضية كمان خلافة كمان لسه الخلافة تجيبوا مسألة عملي جوارح كسكنيكا عملي جوارح هنا بتكاسلا كافر دبيا كافر نابت وكو إلزام بيموت وتنباشا ضابطي أو مسألة تجيب بين خوش بيزعلهم يعني شون أقربيته نال جنسي عملي جوارح جنسي عملي جوارح وتم عملي جوارح بابينين بلين سط عملي جوارح ما هي كبين استحسابي كي أعمالي جوارح تكا كبين بلين إماطة الأذى ودستي بيبكا عملي جوارح تيجيشتي نقل الخطى إلى المساجد عملي تيا جوارح نقل نوجكا شو نكت هنقاونا نكت باشا بيدا برو بابلين سط عملي جوارح ما هي شعبي إيمان كتوزيع كين بس جيدا توزيع دبل سر قلبه لسانه شيء جوار. بابلا إن كان كيان، أجر تفصيل ليش ديتوا، بنجا يا تشل يا سي عملي جوارح ما هي. نفسي عملي جوارحها، دلنا أجر شيء، أجر جنسي عملي جوارح تركة أو شيء، يعني هيج عملي جوارح هني بشيء كافرة. وتنباش، نمونة عن بدل المون. استكسر عملي جوارح هم يواز له نوا. إلا إماطة الأذى عن الطريق نبت عملي جوارح يانا وتيان بالا تكابر إيماني قلبي هي تصديقي لساني هي وإماطة الأذى عن الطريق إيش هي بلي والله جنسي عملي جوارح هي راستي غلطة غلطة هيتي يميط الأذى عن الطريق وتمشي وتي إيمان دارة وتيان إيمان دارة مجموعة يقول ولا هولير وتيان إيمان دارة وتم باشا كابرا وازل إماطة الأذاش هنا استاذ جنسي عملي جوارح ما نعم وتي كافر بو والله وتيان كافر بو وتم كافر بو استاذ زان بشي تكليل تاكر كابرا أو دو شخصة شخصي جار يعني لعملي جوارح بس إماطة الأذى هي ويشكا ديكا احتسابا للأجر ديكا دزاني أجري هي لسري يشي كان لعملي جوارح إماطة الأذى هي يشي كان أو يشينيا تي أوي كنيتي كافرة أوي كهيتي إيمان دارة يعني فرق لبين يانشيا
سنتك أنا مستحبك أنا بس مستحب أخو واجبني باش يعني بتشي تكفيري كرت بتركي مستحب تكفيري كرت بتركي مستحب تكفيري كرت إخو خوارج خوارج بتركي تي بتركي واجب وبارتكابي محرم كبائر إنسان كافر ذاك كشي وأقال لنا ما وشي تكفيري كرت بتركي مستحبك وتم باش استا بيشتر بسيار من الكردي ترك تارك الصلاة وتتكافر نية كتي استا تارك وشي كافر كرت تارك وإماطة الأذى كافر كرت تم استا بانو من يشتري دبو بالموا بمو سر نوجك بوتا أو كسيك همو عمل جوارحي واسهنا إلا نوجد كات إلا نوجد وتي مسلمان وتي موازي لنوجي شينا تكاسر كتي كافر تم يستا بيشتر بتان تاريك صلاة تكاسر كافر نيا وتي آخر لبرو تكفيري ناكين كن ويجناكا لبرو تكفيري داكين كتشينا ما عملي جواب حينا وتم يستا تو لسرشتك تكفير تكير كيك بلغت بينيا بلا ما قال لسرشتك تكفير تكير بلغت بيبوا بيبو زور چاتل كوت بعد لبر اول تكفيري داكم كتاريك الصلاة بلغت يعني تا وان يمن تركها فقط شي فقط كفر اگر بيتو كابره لعمل جوارح بس صلاتي هبه همو يواز لي بينه او علماء تكفيري ناكل باتفاق علماء تكفيري ناكل الا قولي شي ضعيف ضعيف نبك شي بتركي زكاتي شي هند العلماء تكفير ذكا واش كضعيف دنا هر همو مذاهب كان ما دام نوش دكا عملي جوارح هيك تري نبت شي ناكله تكفير ناكله استوتم شيء بعملي جوارحي بس نواجه هيا أواني ترينية تكفير ناكرة بلام استا عكسم كردوا همو عملي جوارحي بس نواجه نية استا بس نواجه نية وتم شونا وتم مسلمان إيمان دار إيمان دار بوش كجنسي شيء هيا عملي جوارحي أخو تم نواجه نية تقينا ما دام جنسي عمل جواري حبيب بتركي صلاة تكفير ناكل إلا ولا و بس نوجي ما وازي لأنه جكنا تكفيري كت كواتا أجر بزانا شون مخالفة دليل ذكر أجر كسي لسر تركي صلاة تكفير كا دتواني كاري لبكيت نخير قولي شي وجهه لا قولي أهل السنة وجماعة وكو شيخ بن عثيمين شيخ بن باز رحمة الله عليه النبي دفرمون أو كسيكا باسي عمل ذكا عملي جوارح آية ترك كردني فرمي عملي جوارح سيد ذكري أويك ترك كردني إنساني في كافر بيضلين كفرة كالصلاة أويجو كتشية نوش بنوش أكا كوازي لبني كافر لبني جامع بس تم لتشي براكم بزانا وتم بس إماطة الأذاي بميني أي كوازي لبني وتي كافر لبني بشي تكفيري كدستا بإماطة الأذاي واسهنان لإماطة الأذاي أو مسألة يجوا كبلين شريعة هش صد مسألة حوصتنا وتنوي وازه نارا قوريو نيك مسألة مارا چي او مسألة ربنا او مسألة چي لجياتي إماطة الأذى دا چي يضع الأذى لجياتي إماطة الأذى يضع الأذى يعني چي دا چي أزيتي مسلمان دا بونا منا بوي آورا چيشي لو بري جادك وبو مالك إخوي جادك هل دريتو بحفته ودو حفته شاشي ناكات أو وضع الأذى يعني أماط الأذى أذى ده أنا زيتي مسلمان ده باش أول شيء كرت ضلك واتا شو بويستا كافر بو بشي كافر كرت أجر أول نكرت ما ندبو هرصد كافر ندب ولا مستا تعزبو كافر أما براد فرمي شيء وإن لم يكفره فقد أتى بما لا يتوافق مع العقل الصحيح أو أوديك لقل عقلي شيء صحيح تجناكات أو براستي أقول فإذا تبين أن الاستبدال الكلي لا يمكن ضبطه فاعلم أنه لا يمكن التكفير به عند من يراه كفرا أكبر أو مسألة زهر قرنقل بريبك إذا تبين أن الاستبدال الكلي لا يمكن ضبطه ما دام ممكن يضبط بكري استبدال كلي تشند ولا تشيدا ولا تشيدا كواتانا بتكفيري ببكري بهمان شيء وربو جنسي عمل چه دتوانه بوم ضبط کرد؟ چه تنش تک دل سرخ بنتو پیام بود؟
ولا ضبطك عملي جوارح جنسي عملي جوارحي هبه باشا عملي جوارحي همو يوازله هنا بس إماطة الأذى هي أقر بلي نا وين نابت بلين بو نابت عملي جوارحي عمل جوارحي استاذ جنسي عملي جوارحي هيتي أنيتي هيتي براكم بلي نادى بي نيجي هبه بلين كواتا أو وكشيخ من عثيمين ده فرمي أو طنطانية تشيه موضوع عقب بس نوبة نيجي وكتاي بيها علماء خلافي أنا بو تارك الصلاة إمام أحمد تكفيري ذكا شافعي ومالك أبو حنيفة تكفيري ناكا تارك صلاتك أسولا دنا ولا بو مضبطك جنس العمل جنس العمل ولا ضبطك زحمة النبي أستام بيد دلم كابرا زكاة ددا حج ذكاة روجو دقريت أما كان ركني عملي إسلام سي أما أمر بمعروف ذكاة نيل منكر ذكاة وهروها إماطي أذى ذكاء وهروها يارمتي فقراء محتاجين ددا أو أنها هم عملي جوارحة بس نيوج ناكات بس نيوج ناكات شي حكمك لما ذهبي حملي ده حكمك شي كافر أنا عملي جوارح كمان باسي مسألة بس عملي جوارح ما نها أجر بشتونوي بكات بس نيوج ناكات لا الشيخ صلاح الفوزان شي لا شغل ابن عثيمين شيئا لا شغل ابن باس شيئا كافر يا كافر يا كافر اي قربيت ونويج بكات بيشتو نوكيتر نكات كواتا عملي جوارح بس بيكش الضبط دبي او ايش شيئا صلاة اوك ابن عثيمين وابن باس نفر بس صلاة دبرا ضبط نابدنا تقول ولا جنس العمل جنس عمل الجوارح طلع زحمن يربو ما ضبط كان باش استام بيد دلم بيا ويك رمضانان بروجو دبي حم رمضان بروجو بس نيوش ناكا استعمل جوارحي هي نيتي جنسي عمل جوارحي هي نيتي هيتي شو نيتي بروجو دبي ما نجي رمضان بروجو فارشي هي ولا برا كما نجي ك سال بسر دا سورايا ولا برا زكاة ددا لكسي شي نيوش كر زياتر فارا ددات بقرا يا رمتي فقير ومحتاج جنسي عمل جوارحي هي نيتي هيت نوج ناكا دلعيتي ناكا كافرة كافرة بو ولا نوج ناكا إتوني جنسي عملي جوارحي هي كوات أبراج هاش تيج ممكننا بالضبط بيت ممكن يتعليق حكمي لسر مكريت أما قاعدة ما لا يمكن ضبطه لا يمكن تعليق الحكم عليه ما لا يمكن ضبطه لا يمكن تعليق الحكم عليه ما شيء بقاعدك هم الأفهم ما لا يمكن ضبطه لا يمكن تعليق الحكم عليه ناكر تعليق الحكم لسرشتك ضبط ناكر شكا مناطي حكم دبي رون بي رون نبي مناطي حكم دبي ديار بي رون بيت أما كديار نبي ناكر مال ماشا وذلك أن بلدان المسلمين التي تحكم بالشريعة لا تخلو من الحكم بدين الله تعالى ولو في جزء يسير قل أو كثر فانتفت علة التكفير التي قال بها وهي ترك الكفر أو جاءت فرمي أقر بيت بإنصاف وسيك سير بلدان المسلمين قل والله ثاني مسلمان آية سط لسط كسير قانون يا ساكام كي لسطا سط حكم إخوان وازل هنا و. ها وازل هنا وبرا نص حديث كيف في عمر إخوان عليه الصلاة والسلام ده فرمي تعرف منهم وتنكر يعني جي تعرف منهم وتنكر اشتيان هي كمعروفة موافق شريعته اشتيش يعني هي حاكم مكان كمنكرة مخالف شريعته استتعرف وتنكر توي سني توي سلفي منصف دي بني أنا بني ها برا هم مزقوتانا ك مزقوتي إلى ولاتاني مسلمانا هو أوقافي بودان دراو ملاي بودان دراو باري بصرف ذكريو أو تطلب درج دخوين الرجاء بدر أما تشيء لشرع إخوادا يا قانوني وضعية مخالفة شرع إخوادا بلا مولا لك أبلا أيشي حزبي تكفيري برسا أم حكامنا هيك معروف خير يا تدا خير يجي نوالا طواغيت الخير يانت يعني بزانا أو جوابك إنتي تعرف منهم لا أوان نية بلي والله شتيك معروف ببينين شاويا معروف نابينيت
شاوياً معروف نابينيت بلا ما قال علمانية ملحدي بديني قال تجارب ديني خواق بس معارضي حكومة بيت بلاي أوانا وبياوي جيب الرئيسة تحالف إلى قلدك تحالف إلى قلدك تقشتي كخوة أو كسي أو تحالف إلى قلدك أو كسي أو مدحي سكاني دكات أقر أول شويني دا صلاة أمرو به إسلام على الإسلام السلام إسلام دا بمع الله وإلي بكري لأولا تدا إلا أن يشاء الله تكو بأشكلا دجمني ديني خواه ايكاتي تماشاك اللي قال او دوستا تيجي تبرا بيك ولا سراد وستنو بيك وتافاد لي دن بروخ يا بروخ بو ابرا كانم لا اهل السنه انصاف يعني هيك ممكن ني بلين ولا بلداني مسلمين حكام بلد مسلمان كان حتش انما صاد لا صاد شريعه اخوان واز لهنا شتي تريان شو عندنا شتي وراس تاع هابرا نوال الرازنية أما ظلم أو جاء كسيري دستوري شبكي دائما چي دنسن مصدر الرئيس مصدر الرئيسي بو دستور چي الشريعة الإسلامية وغنية الشريعة الإسلامية كما تحصد لصد هي مصدر الرئيسي شريعة الإسلامية چون دالي صد لصد ولا شريعة إخوة قردراو صد لصد شريعة إخوة نقردراو براك باش كواتا او كساني دلين اگر بيتو هموي بقورد ريت كافر دبي دلين لواقع دا كوا هيا لواقع دا بلين صد لصد قوري ويتي او اكا امرو ايما لولاتا مسلمانا كاني نخير جديوانيا كواتا دلين بيدنك بو ساكيتو لا محل له من الواقع. المسألة الأخيرة والسادسة استدل بعض الفضلاء على التكفير بهذه الحالة بعقيدة التلازم بين الظاهر والباطن التي قررها أهل السنة. ماش هندي جتير كتكفير مستبدل لكن طبعا برام دليل ما لسر تكفير مستبدل شو كتاعس الدليل نيونيا هر دلك كافر ويش دليل شابينيا ويش اللي دليل كان ينتيبو الأخذ بالعموم ومن لم يحكم وابو دسيرا بالدكر ما دليل يجي أوان كتكفير مستبدل لكن شيئا طلع ظاهر الآية ظاهر الآية ومن لم يحكم من عم بما أنزل الله فلا يكون كافر رد من دائما من أو ظاهر مراد ليرة يا خصصة تخصيص كرا وابو دليل من باسكر شو هيجي تريان شيئا دلين أقر بيته كل بيت أقر همو شريعة كبقوري مستبدلي كل بيت أو كافر ردي وش من دائما وش رأي شيء كوشا لا رازني أو جل واقع إجدانية شو بهي تريان شيء ضلنا مستبدل بوه بكافر دادنين تقول لا يا أهل السنة هناك تلازم بين الظاهر والباطن كفر الظاهر يستلزم كفر الباطن يعني شيء بعقيدة تلازم كافر إذا كان عقيدة تلازم شيء برا كان أجر كسك ظاهر إيماني بيو ديار نبات ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله صلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر وصلاح الظاهر يدل على صلاح الباطن وفساده يستلزم فساده باش دلين عقيدي تلازم بين الظاهر والباطن تواوى قمان ما لون يبرم بلا فساد ظاهر كامية ظاهري إيما تشيوشيه باطن يكشمان تجارب ظاهر وباطن ليك جاك لو بزان كامل تكزور جار لي تجي جانا كان هو مشكله كلو ده ها ظاهر قول وعمل لسان وجوارح ظاهر وايا ظاهر لسان وجوارح اي باطن تيا المضغه كبريتي لا تي الا وهي القلب ضل اگر كسك نطقي لساننا وعمل جوارحنا ما او كتظاهرنا ما تيجيشت اگر كسك تشينا ما نطقي لسان يعني نال أشهد ولا إله إلا الله يا ديوت وازي لهنا تاو جارشت دبارنا كتب وعمل جوارحي لما ايو بلقي لسر شي كافر يا كافرني نبوني إيماني ظاهر دليل لسر نبوني إيماني باطن كافر يا أنا كافر
بلان بشك لا إيماني ظاهري هي بشي تترينيه بلين والله كواتا ما دام أو ظاهري هم يفاسدة كواتا باطني هم يفاسدة إيوانيا آية النطق بالشهادتين طبعا مع اعتقاد القلب أو قرنكترا يا رجوي مانج رمضان قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قولتنا يا برجوني مانج رمضان ها ها شهادة برا استا اوانيك ظل ظاهر وباطن يعني كانما تشابي انا ونابينت كذلا اشهد ان لا اله الا الله كذلا سبحان الله كذلا لا اله الا الله نا او ظاهرين يا ظاهره كيف فاسده كات شو ظاهري فاسده ظاهر دوشتا قول وعمل لسان وجوارح وقولي هي نيتي قولي هي برام لساني هي لا اله الا الله وظاهره كاتك ظاهرته هيك اللي نبيني نقول نعمل او كاتب له ظاهري فاسده يستلزم فسادتي القلب فساد الباطل اما كابرا شايت مان دينيو واقرار باسلام دكاتو خوي بمسلمان دزانيتو بلام خللك الى حكم كذا الى عمل كذا توبلي ولا ظاهري فاسد وكافره كوات باطني شي هذا لنا خير غلط وانيه وانيه ظاهري فاسدني همي بكلي دلاء وهذا الاستدلال لا يستقيم لامرين لأنه استدلال بما لا دلالة فيه على المراد ولأنه استدلال بمحل النزاع لبرشي لفرمية چونك استدلالي بشتكرت كالدليلية لسر ما بستك فعلا دليلية كاتك ضلين ظاهر وباطن استدلالي بيدكين كظاهرة كيف فاسد به إكابرا كحكمين كردوخ وظاهري فاسد نشاهد من دينه ولأنه استدلال بمحل النزاع أو جاء استدلال لك بشويني خلاف إما أو خلاف الدليل ما عنده ولا سليل تونك خلافك بكيت الدليل محل النزاع ناكري بدليل دليل ما عنده يبو محل نزاع يا محل نزاع ده كين بدليل كام يا دليل ما عنده يبو برا نجا أخوي بكيت الدليل وبيان ذلك أن يقال إن اعتقاد أهل السنة إن اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة يقتضي أن يكون عند المرء من الصلاح أو الفساد في الظاهر بقدر ما عنده من الصلاح والفساد في الباطن باش أهل السنة اعتقاد من هو يعني صلاح ظاهر دليل لسر أندازيك إلى صلاح باطن وعكسيش بعكس قال ابن تيمية ثم القلب هو الأصل قلب شيء أصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة ولا يمكن أن يتخلف عما يريده القلب ولا يمكن أن يتخلف يتخلف شيء تخلفت البدن إلى البدن بالضرورة ولا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسد فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الأعمال علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق سيدك صلاح الجسد بالشي بالشي بخلي عنده قوسه صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق كوتا ظاهر دوش تبرا قول شي قول عمل إيايك عملينا عمل جوارحك أنا ما دلين ظاهرها مفاسدة كبليها مفاسدة كوتا أو شاءت ما نديلته حكمي شي بسر دادا فساد وش مصيبته فانا الاخوه قبل كما قال ائمه الحديث قول وعمل قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهر واذا فسد فسد باش استكسك وثمان صلاح جسدك بتشيوشيه بالقول الظاهر والعمل بالايمان المطلق اگر كسك عملي ظاهري فاسد بو هم ظاهري فاسدة يعني وي فاسدة بشي فاسدة و اقر قولك شي فاسد بو لا اله الا الله نوت او شي اوكاتا هم ظاهري فاسدة وتطبيقا لهذا الاصل فانه يقال لا شك ان من استبدل الشريعة كلها فان لديه من الفساد في الباطن قدر كبير يساوي ذلك القدر الذي
ظهر منه في ظهر منه غلط وفي يجنب في كلادا، وهو استبدال شريعة الله كلها. دلينشي أجر كسك ظاهري يعني حكم نكر بما أنزل الله أو بلقي لسر شيء لسر كفر باطني يا لسر يعني فساد باطن بأندازي فساد ظاهر ظاهري خوهم فاسد نبوة تأقول باطني هم فاسد بو. لكن محل البحث هو أن ينظر لهذا الفساد الذي هو الظاهر والذي نتج عن فساد مثله في الباطن، هل بلغ بصاحبه حد الكفر الأكبر ليحكم عليه بالكفر الأكبر أم لا؟ إذا باشا أو فساد جيشت أو يبيبلن كفر بلغي دي بلغينا خوي دكرت بلغا كحكمين كردوا يا بلغي بيوستك أو أندا أو مقدارة كفرة بلغي بيوستك أخوي بلغي بلغي بيوست برا بلغا ما أنشي لسرويك أو إن يكر كافر دبي ملي ولا چونك حكمين كردوا كافر دبي دلين بلغي تشي لسروي كحكم نكر كافر دبه او دلو ولا كحكم نكر كواتا باطلك باطنك اي شيء باطنك كافر دلين خير تستدل بمحل نزاع اوش لا قواعد استدلال ومناظرة اجاتا ليبه لا يستدل بمحل النزاع وانما يستدل لمحل النزاع محل النزاع بلغي دبه نك محل النزاع خوي بكريبة شي خوي بكريبة بلغا باش ان الجواب على هذا السؤال يدعو للنظر في الأدلة الشرعية الأخرى التي حكمت على هذا الظاهر، ولا علاقة له من قريب ولا من بعيد بقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. كواتا قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن لنا محلها نأبو محلين بوتي بوتي محلين بوتي دليل استدلال بقاعدة التلازم لنا رازنيا هكا هكا ها محل نزاع احسنت بارك الله فيك دليل ما داير لسر اويك لعم حكمي نكر دو بما انزل الله او كفري اكبر به اقل كفري اكبر بي. او كانت ضلين او بلا كواتب بعضنا كشي كفري اكبر مر دفرمي ثم ان المخالف قد يقول ذلك القدر الذي في الظاهر حكم الكفر الاكبر فيقال له فما الدليل على ان ذلك القدر اوصل صاحبه الكفر الاكبر فان استدل بعقيده التلازم فقد استدل بمحل النزاع وبما لا دلالة فيه على المقصود فلازم أن يستدل بدليل آخر وهذا هو المراد ويزداد شرح عقيدة التلازم بهذا التطبيق ويزداد شرح عقيدة التلازم بهذا التطبيق لو نظرنا إلى لص قاطع طريق لوجدنا أنه لم يقدم على تلك المعصية إلا لخلل في إيمانه دزكات تكاد زيدك إلا خلل الإيمان كذا وبوشو دزكات ويزداد ذلك الخلل اتساعا بقدر ما ازداد من هذا الذنب ولكن للحكم على ذلك الخلل بالإخراج من ملة الإسلام وعدمه فنحن محتاجون للنظر في الأدلة الشرعية التي حكمت على ذلك الذنب الذي ظهر لنا فنظرنا فوجدنا أن الأدلة لا تحكم عليه بنقص الإيمان تحكم عليه بنقص الإيمان لا بزواله فلم نكفره آية كابرا كذزيدة كات أو دليل لسر خلل أقل باطني أنا دزي ظاهر دليل سخر الباطن باشا اگر چه هزار جار دزيبك هم روجه دزيبك هم روجه دزيبك فساد ظاهر ان ادرن وراك كواتر ايماني نما نو لا درن گه هزار جار دزيبك دزي كبيره و ودبي دستي بردريت نگله ولا تا مدام دزي كه زورا كواتر فساد باطن كه زورا كواتر كافره دلينخ أو فساد ظاهرة نجشتو تحدي كفر كواتا فساد ظاهرة كخدي خوي كنجات كفر ناتوان بوبلين كفر كشيا أو فساد ظاهرة كواتا ظاهر باطنة كيف فساد كواتا باطنة كيف كافر أو جابينا بقرين بوبلين كافر يمكن تذا قال لوا معلومة برام يعني شيء فساد ظاهر كخوي بلقي لسر نبي خاونا كيف يجيش بيت كفر ناتواني بتشيت الكافريكي تلازم بين الظاهر والباطن باشا ثم يزداد الأمر وضوحا بهذا التطبيق الآخر لا يختلف أهل السنة في عدم تكفير الزاني ولو زنى ألف مرة ركاب رايك بزنا تاون بارا كبيرة أي هزار جار زنا بك چيا هر كبيرة هر كبيرة كواتا لمسألة يقدر لحكم إخوالا دا ولا هزار مسألة لا دا
چیه؟ اگر او شش حالتی پیشونه بید که کفری اکبر هر چیه؟ هر کبیره یا كواتا استدلال بقاعدة تلازم ناكريب. وأختم هذا المبحث بما علق به الألباني رحمه الله على قوله تعالى وَلَوْحُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كافرون. فممن آمن بشريعة الله تبارك وتعالى وأنها صالحة لكل زمان ولكل مكان ولكنه لا يحكم فعلا بها كإن لواقع دا حكم بيناكا إما كلا يا بهيشنايكا وإما بعضا أو جزءا فله نصيب من هذه الآية لكن هذا النصيب لا يصل به إلى أن يخرج من دائرة الإسلام بول دائرة الإسلام درناتشي. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.